من النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك، والفريق عنده مباراه وديه مهمه طبعا بعد قليل مع الرائد السعودي ضمن استعدادات الفريق لاستناد بطوله الدوري الممتاز وبطوله افريقيا كمان الفتره اللي قادمه. كان الزمالك خاض مباراه وديه امام فريق الترسانه من يومين وحقق الفوز فيها بهدف دون رد، حرص طبعا لاعب الوسط الهدف ده محمد اشرف رؤى. قدم مباراه اخرى كمان امام فريق بايونيرز احد انديه القسم الثالث وحقق فيها الفوز بخماسيه في اطار استعاده طبعا الفريق الابيض لاستلام مسابقه الدوري الممتاز الفتره القادمه. بيستعد الزمالك زي ما عارفين لمواجهه المقاولون العرب، المباراه المقرر ليها يوم 21 من شهر ديسمبر ضمن منافسات الجوله السابعه لبطوله الدوري الممتاز. كمان زي ما انفردنا امبارح مع حضراتكم منذ قليل خلاص تم اعلان بشكل رسمي تعيين الثنائي كابتن مدحت عبد الهادي وامير عزمي مجاهد في منصب المدرب العام والمدرب المساعد لجهاز باتريس كارتيرو. لسه مع نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك بين التحضيرات الاخيره كمان لفتح باب الترشح للانتخابات المقرر بدء خلاص تلقي طلبات الترشيح هيكون يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتم التنسيق مع الجهه الاداريه خلاص بشان كافه التفاصيل والاجراءات القانونيه فيها اللي بتعطي اكيد نوع من الشرعيه اكيد للعمليه الانتخابيه اللي جايه بعدما ظهرت بوادر يعني ازمات مع المرشحين المحتملين على طبعا خلفيه القرارات اللي اتخذها خلاص المجلس في اجتماعه الاخير واللي من بينها منع الدعايه الانتخابيه داخل النادي تماما والاكتفاء بس بالحصول المرشح على قوائم باسماء وعناوين وارقام هواتف الناخبين للتواصل طبعا معهم خارج النادي. دلوقتي بنادي الزمالك هنروح لنادي المصري البورسعيدي، وقرر مجلس اداره نادي المصري البورسعيدي خلاص اقاله عبد الحليم علي مدير الكره بالفريق البورسعيدي، وقامت الاداره بابلاغه خلاص رسميا امبارح بقرار الاقاله عن يتم بقى الاعلان الرسمي في اجتماع مجلس اداره النهارده هيتم الاعلان عن هذا القرار. واصبح خلاص كريم ذكري لاعب وقاء النادي المصري السابق هو مدير الكره الجديد داخل المصري البورسعيدي. النهارده اتحاد الكوره فتح خلاص باب الترشيح للانتخابات المقرر ليها يوم 5 يناير اللي جاي، وقرر اتحاد الكره عقد الجمعيه العموميه العاديه للاتحاد يوم 5 يناير اللي جاي لاختيار مجلس اداره جديد للاتحاد عن طريق الانتخابات ودعوه 129 نادي لحضور الاجتماع ده وتمثل طبعا الجمعيه العموميه. كمان قرر مسؤول اتحاد الكره فتح باب الترشيح للانتخابات النهارده وبيستمر ده لغايه 4 مساء يوم الاثنين اللي جاي الموافق 20 ديسمبر لقبول اوراق المرشحين، وبتقام بنظام طبعا زي ما عارفين القوائم والغاء الترشح الفردي لاختيار 9 اعضاء من بينهم مقعد مخصص للمراه على ان يكون مده الانتخابات لما بعد بقى اولمبياد باريس 2024. واكد الاتحاد المصري انه هيتم مراجعه كافه الشروط الوارده في اللائحه ومطابقتها على جميع المرشحين بكل شفافيه. كمان ستقام الانتخابات في ظل متابعه من الاتحاد الدولي نفسه لكل خطواتها. كمان قرر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الانتخابات يوم 6 يناير في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم 5 يناير بحضور 25% طبعا زي عارفين من عدد الجمعية العمومية اللي هي الحق الحضور وهم 129 نادي فقط كده تكون